مع تصاعد الرأي العام العالمي المضاد للحرب الإسرائيلية على غزة والتي تدخل شهرها السادس، تكثف الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية بحثا عن مخرج للأزمة. جولة إقليمية سادسة لبلينكين منذ 7 أكتوبر بدأت من السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي ونظيره فيصل بن فرحان. اللقاء الذي عقد في مدينة جدة حمل تأكيدات أمريكية على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع شركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل النزاع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد الحرب. هذه الجولة شملت اليوم أيضا مصر، حيث عقد بلينكين اجتماعات مع المسؤولين المصريين، إضافة لاجتماع عربي يضم مسؤولين من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر ومنظمة التحرير الفلسطينية. المجتمعون بالقاهرة ناقشوا جهود وقف الحرب الإسرائيلية وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار والإدخال الكامل للمساعدات إلى القطاع، خاصة وأن الأمم المتحدة حذرت من مجاعة وشيكة تفتك بأهالي غزة وخصوصا الأطفال بعد تسجيل حالات وفاة بسبب الجوع في مستشفيات القطاع. لكن ما الذي تحمله جولة بلينكين الجديدة لوقف هذه المأساة؟ من القاهرة ينضم إلينا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وأيضا من القدس ينضم إلينا يوني بن مناحم الباحث السياسي. أهلا بكما ضيفي في المشهد الليلة، ولربما سأبدأ معك سعادة السفير محمد حجازي. يعني هذه الجولة لبلينكين الشرق أوسطية وفي هذا الوقت في التحديد، ما المراد منها؟ وهل بتنا قريبين من وقف لإطلاق النار؟ أظن كل المعلومات تشير إلى ذلك. أولا منذ قليل اختتم السيد سامح شكري وأنتوني بلينكين مؤتمرهما الصحفي، والذي أوضح مسارا على قدر كبير من الأهمية والترابط. المسار الأول هو مسار يستهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية على الفور لمواجهة وضع إنساني غير مسبوق وغير محتمل. وأظن هذا المسار لم يبعد أنظار الطرفان العربي والأمريكي، وأعتقد في القلب منه الإسرائيلي الذي يجري مباحثات في الدوحة حاليا مع مصر وإسرائيل والمسؤولين القطريين ورئيس جهاز CIA أو المخابرات المركزية الأمريكية. تلك المسارات تتربط فيما بينها، حيث يسعى الجميع الآن للتوصل لهدنة أو وقف إطلاق نار ينطلق بعده مسار سياسي في المرحلة التالية. ولعل المشهد الذي اجتمع من خلاله أنتوني بلينكين بست وزراء خارجية أو 6 مسؤولين عرب رفيعي المستوى بعد محادثاته أمس في المملكة العربية السعودية واليوم في القاهرة وغدا في إسرائيل، أعتقد أن المسار الممتد الذي يسعى أولا لعملية إقامة سلطة وطنية قادرة في الأراضي الفلسطينية، يمنع التوغل الإسرائيلي العسكري في رفح، يقود لحل الدولتين من خلال توافق عربي إقليمي يشكل المساحة التي يمكن أن تتيح لإسرائيل الاندماج الإقليمي مع ضمانات أمن أمريكية، في مقابل هذا الفكر المتطرف اليميني الساعي لإبقاء الوضع في نطاق الصراع والمواجهة والحرب، والتي نبه بلينكين أننا إذا لم نسعى لإقامة الدولة ستكون النتيجة أنه دائرة أخرى من العنف ستطاردنا بعد سنة. وضحت الصورة سيد محمد. سأذهب إلى السيد يوني وأستطلع معك سيد يوني، يعني وجهة النظر الإسرائيلية لهذه الجولة التي يقوم بها بلينكين. وعلى المستوى السياسي في إسرائيل اليوم كانت هناك بعض التصريحات، نتنياهو أشار أنه غدا سيذهب رئيس الموساد إلى قطر لاستكمال المفاوضات. هل هناك تفاؤل في إسرائيل في التوصل يعني إلى هدنة مؤقتة وبالتالي الإفراج عن بعض الرهائن؟ بالتأكيد لا. إسرائيل استجابت لطلب مدير CIA الأمريكي بأن يصل إلى الدوحة
رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنيع والأمريكان يقولون بأن في هناك تقدم، ولكن المصادر العليا في إسرائيل تقول إن لا، ليس لدي أي علم بأن فعلا حصل هناك تقدم، وغدا سيرى رئيس الموساد ما هي صحة هذه الأنباء. على أي حال هو يغادر إسرائيل غدا بطريقه إلى الدوحة لالتقاء مع رئيس CIA ويليام بيرنز. طيب كيف تنظر يا إسرائيل لهذه الجولة التي يقوم بها بلينكين وجملة التصريحات التي جاءت اليوم؟ بلينكين أشار إلى أنه يعني متفق مع حلفاء أمريكا العرب وشركاء أمريكا العرب على أن يكون هناك وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. مع كل الاحترام لزعماء العرب ولبلينكين، الذي يكرر هو رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وليس الولايات المتحدة أي تأثير على يحيى السنوار، ولذلك أنا أعتقد أنه هذه مظاهر علنية ولكن هي لا تحتوي على أي شيء جدي، لأنه القرار هو بيد قيادة حماس. طيب هل إسرائيل تنظر اليوم إلى أن أمريكا قادر على التأثير عليها في مسألة وقف إطلاق النار أو لا؟ في هناك حدود حمراء إسرائيلية، والولايات المتحدة هي تعلم ما هي هذه الخطوط، في هناك سيرة تم الاتفاق عليها بباريس وإسرائيل وافقت عليها ومصر وافقت عليها وقطر وافقت عليها والولايات المتحدة وافقت عليها، والتي ترفضها هي حركة حماس، ولذلك القوة هي موجودة في ملعب حماس. طيب سأعود إلى السيد محمد الحجازي، يعني لما استمعت لما تفضل به السيد يوني، يعني مسألة وقف إطلاق النار هذه الآن بحسب وجهة النظر الإسرائيلية هي متوقفة على حركة حماس. الواقع أن هناك وفود تفاوضية عليا، ويليام بيرنز موجود، رئيس الموساد موجود، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية يتابعون كل التفاصيل ويتلقون الإجابات وينقلوها بين الأطراف ويضعون أفكارا إضافية أتمنى أن تسهم في رأب الصدع والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المنشود. ما نحن بصدد حقيقة، وكما أرى اليوم مشهد لقاء بلينكين في الرياض ثم القاهرة وبستة وزراء عرب، هو أننا في سباق ما بين احتواء مشهد إنساني بات غير مقبول، مخالف حتى للشرائع السماوية بما فيها التوراة، يعني مخالف لكل ما هو قيد وكل ما هو إنساني وكل ما هو أخلاقي، ويعيد بنا لأوضاع غير مسبوقة في تاريخنا الإنساني، وعلينا أن نضع احتراما لقيمنا واحتراما للقانون الدولي حدا لهذه الملهى التي لا يمكن قبولها تحت أي زعم من المزاعم التي يمكن أن تساق من يمين متطرف يسعى لإبقاء المنطقة كاملة أسيرة إما لتدخلات إقليمية خارجية نعلمها جميعا أو لمساحة من العنف والتطرف نصطدم بها كل بضعة أعوام كما كانت الأوضاع للمرة الخامسة ضد قطاع غزة وصدام مع إسرائيل يتكرر. فعلينا أن ندرك أننا الآن أمام مشهد لابد من رحمه أن نخرج باتفاق يقود لما هو آن، وهو وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية وتمكين سلطة قادرة على إدارة القطاع تسعى من خلالها الأطراف الإقليمية لضمان والاعتراف والتعامل مع تواجد إسرائيلي يقبل التعايش في المنطقة بدعم ومساندة أمنية من الولايات المتحدة بل من شعوب المنطقة. فإذا كانت إسرائيل تريد أن تقبع في هذه المساحة الضيقة التي يفرضها اليمين الإسرائيلي علينا جميعا لإطالة أمد الحرب كما يرغب نتنياهو، يمكن التعامل مع المشهد باتجاه حماس ومنطقة رفح دون الضغط ودون مخططات النزوح القسري وقهر ما تبقى من أهالينا في قطاع غزة. على طيب. إسرائيل أن تدرك أن اليمين الذي يسعى إلى
السيطرة على الوضع أمنيا دون الدخول في أفق إنساني وأخلاقي وسياسي هو عدو لنا جميعا حتى للشعب الإسرائيلي. وأنا أعتقد أننا الآن أمام مشهد علينا فيه أن نختار بين أن نصل لحل سياسي تدمج فيه إسرائيل معترفا بها وفي أمان عربي وأمان أمريكي على الصعيد الاستراتيجي، وننطلق نحو مساعي لإطلاق طاقات المنطقة وتملك منه الكثير. محمد، سأعود مرة أخرى إلى السيد يوني. سيد يوني، نتنياهو اعترف وأقر بوجود خلافات بينه وبين بايدن، وكانت هناك أيضا أصوات تعالت في تل أبيب طالبت نتنياهو بالتنحي، وباتت تطالب بالتوصل إلى صفقة تبادل وهدنة في أقرب وقت ممكن. وأيضا الولايات المتحدة لوحت هناك العديد من المظاهرات التي شهدناها في تل أبيب، شهدنا عدة مظاهرات في تل أبيب كانت تطالب بتنحي نتنياهو وإعادة الرهائن. هذه مشاهد، هذه المظاهرات كانت من خلال أسبوع، قبل أسبوع. نعم صحيح كلامك، ولكن هذه المتظاهرون هم من قبل الحرب، يعني خلال فترة، لكن ازدادت وتيرتها مؤخرا. هذا المقصد أستاذ يوني. يا سيدي العزيز، عليك أن تفهم بأن إسرائيل، وإنت تعرف ذلك، إسرائيل هي دولة ديمقراطية، فيش عندنا انقلابات على الحكم. يعني إذا تريد أن تسقط حكومة في إسرائيل عليك أن تذهب إلى الانتخابات، ويتم بصورة ديمقراطية، الشعب سينتخب من يريده. ولذلك الموضوع الانتخابات هو ليس وارد، لأن نتنياهو يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي بالكنيست، وليس هناك أي إمكانية لاستقالة نتنياهو أو إبعاد نتنياهو أو الإتاحة بحكم نتنياهو. لكن هناك اتهامات إليه بالمماطلة في مسألة المفاوضات وإعادة الرهائن لمكاسب سياسية. نعم صحيح، هذا كله صحيح، ولكن هذه فيها قليلة من المعارضة، وهذا ليس شيء جديد. هي طول فترة نتنياهو في هذه الأصوات التي تطالب منه بالتنحي وتقول إنه هو مسؤول ولا يريد السلام وإلى ذلك وإلى آخره. ولكن إذا تنظر إلى استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية، فأغلبية الجمهور في إسرائيل هي تريد بأن نتنياهو سيقوم بإسكاة حكم حماس بقطاع غزة، وتقول نتنياهو عليك أن تعمل ذلك لأنه إحنا لا نستطيع أن نعيش. لكن شاهدنا سيد يوني أيضا، يعني اسمح لي فقط للمفارقة، أيضا تابعنا عبر صحف إسرائيلية نتائج استطلاعات للرأي تظهر عدم تأييد لنتنياهو وانخفاض نسبة التأييد لقرارات نتنياهو ولحزب الليكود، وهناك مطالب ازدادت يعني التوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن. يعني المشهد لم يعد كما سبق، هذا ما نشاهده عبر الصحف الإسرائيلية، يعني نتائج استطلاع الرأي. يا سيدي العزيز، هذا غير دقيق. في إشي اسمه نتنياهو، والشعب الإسرائيلي سيحاسب نتنياهو في نهاية الحرب، ويحاسب الحكومة المسؤولة عن الإخفاق الكبير الذي كان في 7 أكتوبر. هذا شيء واحد. الشيء الثاني، الجمهور الإسرائيلي الأغلبية تقول مدام نتنياهو لسه موجود في الحكم عليه أن يقضي على حركة حماس في قطاع غزة.